بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها الإمام الصادق. السلام عليك أيها الوصي الناطق. السلام عليك أيها الفائق الراتق. السلام عليك أيها السنام الأعظم. السلام عليك أيها الصراط الأقوام. السلام عليك يا مصباح الظلمات. السلام عليك يا دافع المعضلات. السلام عليك يا مفتاح الخيرات. السلام عليك يا معدن البركات. السلام عليك يا صاحب الحجج والدلالات. السلام عليك يا صاحب البراهين الواضحات. السلام عليك يا ناصر دين الله. السلام عليك يا ناشر حكم الله. السلام عليك يا فاصل الخطابات. السلام عليك يا كاشف الكربات. السلام عليك يا عميد الصادقين. السلام عليك يا لسان الناطقين. السلام عليك يا خلف السابقين. السلام عليك يا زعيم الصادقين الصالحين. السلام عليك يا سيد المسلمين. السلام عليك يا كهف المؤمنين. السلام عليك يا هادي المضلين. السلام عليك يا سكن الطائعين. أشهد يا مولاي أنك علم الهدى والعروة الوثقى وشمس الضحى وبحر الندى وكهف الورى والمثل الأعلى. صلى الله على روحك وبدنك، والسلام عليك وعلى العباس عمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم،
ورحمة الله وبركاته.